يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. مشى عليا الترن، ما لحقتش نوصل في الوقت، تعطلت. هادو كلهم عبارات كنسمعهم بشكل متكرر، هما كيعكسوا أهمية الوقت في حياتنا اليومية، وكذلك كيكشفوا على مفهوم ملتبس حول حسن تدبيرنا للوقت. إلى أي مدى حنا كمغاربة كنمتلكوا ثقافة تدبير الوقت؟ وعلاش جاو معطي في المواعيد ديالنا؟ إنو شاهد كنفتقدوا لهاد الثقافة ديال تدبير الوقت. حنا كمغاربة معروفين علينا أوني أون غوتار ديما، ما عرفتش علاش. انا جيساي دما باغ جيساي زعما ديما نوصل في الوقت. بلاني النهار ديالي فهمتي بحق على حسب الحاجات اللي كيجيو لي في النهار، فهمتي. الا كنت مشغول طبعا نمشي فهمتي الخدمه في الوقت ديالي، بحق الا كان نهار خاوي طبعا كتخلي الساعه هي اللي تديك، فهمتي. كان بلاني بالحق ما كنعملش به. بالنسبه لي لي انا كنبلاني الوقت ديالي، عندي اجنده كنعمل فيها المواعيد ديالي، ما بس ما كيتحققوش ديك المواعيد على حسب كيكون عندي شي شغل اخر ولا شي حاجه نقدر نخرج على المواعيد ديالي. بالنسبه للمغرب تقريبا ماشي كامل كيدبر الوقت ديالو، كاين واحد الفئه بزاف عايش وصافي وقتو ما منظمش، حق اللي كينظم وقتو قليل بزاف عندنا في المغرب. بالنسبه لي ما كنبلانيش في الوقت ديالي دائما، بعض المرات كنبلاني بعض المرات ما كنبلانيش الوقت ديالي. ضروري خصك تنظم الوقت ديالك وتبلانيه باش كتعرف كيفاش تنظم الحياه ديالك، شتيتو الراحه شتيتو الخدمه شتيتو تينا ماشي. حنا كمغاربه ما عندناش الثقافه ديال تدبير الوقت، الاغلبيه كتلقى كيفيق في اوقات مختلفه في السيمانه، غالبا ما كيخرج في اوقات مختلفه، يعني ما عندوش وقت مضبوط بروغرام ديال كل نهار، كيتصرف بشكل اللي بغاه على حسب كل نهار ولي بروغرام ديالو، يعني ما ماشي لابد يكون عنده بروغرام كيمشي عليه كل نهار. علاش حنا كنتعطلوا؟ بحال قول وراثي عن المغاربه جميعا، يعني كتسمع مع واحد في 12 سينا كتجي في 11 كتسنى زعما نيتك غتبقى تصلى بعد العشيه الخامسه. هادي وراثي عن المغاربه تقريبا 90% من المغاربه. من المغاربه كيتعطلوا ما عرفتش، انا بزاف كيوقعوا لي صحابي كيجيو عندي سنت سعود، انا عام مع 8 نرجعوا كيجيو عندي سنت سعود، كنقول لهم علاش، كيقول لك ترونسبور، كيقول لك تاكسي، كيقول لك ما دبرش مصروف صباح ناعس هادو صافي. حيت ملي كنكونوا في صغار ما كيربيوناش على ان الوقت هو الوقت، الوقت عندنا ما كيتحسبش بالدقائق، مع ان كتلقى قليل الناس اللي كتعتمد على وقتها بالدقيقه، كيعتمدوا على اقسم بالسوايع، يعني واخا يتعطل عليك ربع ساعات ولا ساعه ما كيلقى حتى شي مشكل فيه. كاين ديك بنادم اللي ما كيفكرش في اخر بحال اللي كيفكر في راسو، فهمت. يعني كاين مثلا ينوض في الصباح كيقول خصني عامل مع خانا في السبعه، ينوض هو في الهروب كيقول خصني نفطر ونلبس عليا وندوش وفهمت ونقاد هوايجي عاد كنخرج. كتوصل 8 و 4 كيكون عامل معاه في 8 كيجي حتى 4 مثلا، فهمت. فيما يخص المواعيد كنلتزم بها دائما، كنلتزم بالمواعيد ديالي. بالنسبه للمغاربه يعني بصفه عامه ما كنضوش زعما الاغلبيه كيتلتزموا يعني بالمواعيد، يعني عاد ثاني كاينه واحد الروطار ديال نص ساعه ولا ساعه المكانه حيت ما عندهمش الكلمه صافي تيتر سا من الوقت، هو ديما الوقت دقيقه 60 ثانيه 60 ثانيه 3600 سكوند. طبيعه الحال لا هو ولا حسب ديك الشخص، يعني يقول لي السبعه خصو يعرف بان انا عاجي السبعه الوقت كذا هي الثمانيه ديالي.